بقول لك يا كريم، مش عايزين افلام اي كلام، عايزين فيلم رعب يموتنا. انا عايز انام مبلول النهارده. عيب عليك يا امجد، انسى هوليوود والافلام التركي، ده رعب تنزاني. البوستر بتاعه شكله جامد بصراحه. ايه ده؟ ايه ده يا عم؟ ده قطه. ركز في الفيلم. الفيلم ده بيتكلم بقى عن كتاب ملعون، والبطل الغبي ارى التعويذه اللي جوه الكتاب، ومن ساعتها وهو ملبوس. ملبوس يا امجد، ملبوس. كريم انت بتقول حاجه؟ قلت ايه يا ابني؟ بتفرج على الفيلم؟ فرج. انا حاسس البيت اللي هيخشوه ده بيت مسكون. البيت ده اتبنى على مقبره فرعون الكاهن، والكاهن ده عشان يرجع من جديد محتاج له قربان، والقربان ده هو انت يا امجد. مش عايز اموت، مش عايز اموت يا ابني. اهدى يا ابني، تموت ايه بس؟ ده فيلم تنزاني. ابوس ايدك، تنزاني انت، وسيبني اروح. عايز اروح يا عم. تروح؟ تروح فين يا امجد؟ انت هنا في بيتك. شكلك نسيت اللي حصل. ايه اللي حصل؟ انت تقتلت من 20 سنة في السينما دي، وروحك كل يوم بتطلع في القاعة وتهيأ لك انك بتشوف الفيلم ده مع صاحبك كريم، بس الحقيقة ان صاحبك كريم هو اللي قتلك. كريم! كريم انت فين؟ مستحيل، مستحيل اكون مت من 20 سنة، مستحيل اكون مت من 20 سنة. والفشار سخن، فشار سخن. لو ميت اكون مت من 5 دقايق. يا عزيزي الله، في ده برنامج الدحيح ده مش ستيفن كينج؟ يا عزيزي امسك نفسك شويه. الله، اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. في سنه 1919 نشر العالم الشهير سيجموند فرويد مقال بعنوان ذا انكاني، او الخارق للطبيعه، واللي كشف في هذا المقال عن جوانب مهمه من اللاوعي. ايه ده يا ابو حميد، هو اللاوعي برضه عنده جناب؟ لا يا عزيزي ما عندوش، دي جناب تانيه غير اللي عندك. فرويد بيقول ان عقلك عامل زي جبل الثلج بتاع فيلم تايتانيك، تلت بس هو اللي ظاهر فوق السطح، التلتين تحت الميه مش باينين. التلتين دول يا عزيزي بيعبروا عن جزء مستخبي مننا تحت السطح، لا بنشوفه ولا بنحس بيه، ولكنه بيتحكم في كل تصرفاتنا. عشان كده سماه ايه؟ لاوعي، مش وعي بيه. فرويد في دراساته هيركز على الحاجات اللي بيظهر فيها اللاوعي وممكن نقفشه منها، حاجات زي الاحلام او الكوابيس او زلات اللسان، حاجات يا عزيزي مالكش اي سيطره عليها. واحد يقول لا يا ابو احمد، طب قول الحاجات دي تستخبى اصلا؟ ما تظهر للنور، هي مستخبيه من ايه؟ عليها جريمه؟ عزيزي انت مش بس لاواعي، انت لاواعي واهوب. الحاجات دي يا عزيزي بتكون مستخبية عشان لا واعي الله يبارك له بيخبي الرغبات المكبوتة والعدوانية اللي بنتكسف نعبر عنها او حتى نعترف انها جوانا، حاجات انت كشخص واعي ما كنتش تعرف انها موجودة عندك اساسا، ولكنها بتتوارى وبتستخبى في سبيل انك تظهر قدام الناس شخص هادي ومتحضر. تخيل عزيزي لو الرغبات اللي موجودة دي بتطلع قدام الناس كده عادي. يا رغبة استني يا رغبة. ففي سبيل تماسك صورتنا الذاتية قدام الناس، نطلع شيك كده قدامهم ومحترمين ومتحضرين، فبنخبي كل الفوضى اللي جوانا دي في اوضة البدروم. والاوضة دي يا عزيزي زي ما قلت لك هي اللاوعي. المهم يا عزيزي، في مقاله أنكاني فرويد هيقول ان اللاوعي مش بس بيظهر في الحاجات اللي بره سيطرتنا، انما ممكن يكون بيظهر في حاجات بنعملها عن قصد ومزاج وتركيز، زي الفنون. الفنون جنون يا عزيزي بقى، مش هقول لك. فرويد في تقييمه للفنون وبالاخص الفنون المرعبه زي القصص وافلام ولوحات الرعب، بيقول ان كل حواديت الفنون دي بتخفي وراها كونسبت واحد اسمه ريتيرنينج تو ذا ديبرست، عوده المكبوت للسطح. دايما الفنون المرعبه بتكون حوالين شيء مخفي وسري ومخيف، وفجاه بيطلع للنور، زي الشبع اللي بيخرج من المقابر، او مصاص الدماء اللي بيخرج من التابوت، او وحش فرانكشتاين لما بيخرج من تجربه علميه، او حواجب ابراهيم عبد الغفور في الغرفه 207. عشان كده فرويد هيقول ان مؤلفين الرعب بيكتبوا اعمالهم من ماده الكابوس ذاته اللي بنختبره في النوم، ومن خلاله بقى بنخرج مخاوفنا دي للنور. بس الفرق بين اعمال الرعب والكوابيس ان الكابوس حكايه سرياليه بتستعير مشاهد ووشوش من الواقع وتعمل سيناريوهات مخيفه تفرغ فيها مخاوفك، سيناريوهات بنعيشها في نومنا غصب عننا. بقول لك يا كابوس، انا مزنوق في فيلم كده، ما تطلع لي حاجه. انت عارف يا عزيزي احد الكوابيس اللي جات لي ان انا كان عندي مرض بيخلي جسمي يطلع سمسم، كنت كل شويه احتاج اخش الحمام عشان اوقع السمسم، مع ان دي كانت فرصه جيده ان انا اشتغل في فرن في اينو، ولكن يلا بقى مش مشكله. تخيل يا عزيزي بقى في خط مقصوبات بقى عمال يعدي كده، انا عمال اشكل.
المهم يا عزيزي، الكوابيس السرياليه سواء بقى كان كابوس طلع لك فيه وحش او كابوس تحولت فيه البقسومات، كوابيس بتحكي عن ما هو في اللاوعي. زي ما انت شايف كده عزيزي، الكوابيس بتبقى سرياليه وبتختلف بقى، من ناس بتحلم ان في وحوش بتطلع لها وتقتلها، وناس بتحلم انها بقت بقسومات. بس عزيزي، فنون الرعب هي كوابيس احنا بنخلقها بارادتنا وبنسيبها تخوفنا. فرويد يعتبر ان احنا لو هنصنف الفنون بدرجه قربها او بعدها عن اللاوعي، فمؤلفين الرعب مش بس قريبين، لا دول واقفين على بوابه اللاوعي، وهم احسن ناس يقدروا يكشفوا لنا عن مكنون اللاوعي. يا نهار ابيض، هيكشفوا على المكنون ده اللي بيقوله ستيفن كينج احد اشهر كتاب الرعب في التاريخ الحديث، ان كل حكايات الرعب بتسكن في النقطه اللي فاصله بين الوعي واللاوعي، لان هو ده الفن الوحيد اللي بنكتبه بالخوف. الخوف اكتر شعور له جذور في اللاوعي بتاعنا. انا عزيزي احيانا بيصعب عليا كتاب الرعب، لان دي ناس محتاجه تقدر تتعامل مع الخوف بشكل فيه مهاره اعلى عشان يقدروا يطلعوا منه فن. انا كل يوم محتاج اسرح في اللاوعي بتاعي واشوف انا حقيقي بخاف من ايه، وافضل اتعرض له عشان احس بيه واقدر انقله للمشاهد. ربنا يكون في عونك. باختصار يا عزيزي، قصص افلام الرعب هي اللاوعي ولكن بالمقلوب. بدل ما اللاوعي يصرف العفاريت جوانا كوابيسنا يعني، ونصحى نبلعها بشويه ميه وننام على كده، لا ده احنا بنيجي بالفن نحضر العفريت كلمه كلمه ومشهد مشهد. ده معناه ان كل فيلم رعب شفته في حياتك هو عباره عن بوابه بين عالمين وحكايتين، حكايه واعيه بتشوفها على الشاشه، وحكايه لاوعيه مستخبيه في رمز الصوره او الوحش او الشبح. خلينا اخدك يا عزيزي في رحله بسيطه لسينما الرعب، هوريك في بعض الامثله ازاي ممكن فيلم الرعب يعبر عن قصته واشباحه على السطح، ولكن جوه في العمق بيعبر عن لا وعي الفتره بتاعته والمخاوف التاريخيه اللي شغلت البشر في زمن الفيلم. اوعى تخاف يا عزيزي، الزمن هو 1920 بعد نهايه الحرب العالميه الاولى وهزيمه المانيا بشكل مذل وتدمير جيشها ومواردها على ايد الحلفاء. فيلم ذا كابينت اوف دكتور كاليجاري ده فيلم الماني بيدور حوالين شاب اسمه فرانسيس زور كرنفال، وهناك بيقابل المنوم المغناطيسي دكتور كاليجاري، عشان حياته تتحول لجحيم بعدها. على مدار الفيلم هنلاقي ان دكتور كاليجاري بيسيطر على مسار الشخصيات بالتنويم المغناطيسي لحد ما يدفع شخصيه تحت تاثير التنويم المغناطيسي لارتكاب جرائم قتل مرعبه. في كتابه فروم كاليجاري تو هتلر بيقول عالم الاجتماع الالماني سيكفريد كراكاور ان الفيلم ده بيعبر بشكل لاواعي عن رغبه الشعب الالماني المهزوم لقائد ساحر يسلموه ارادتهم فيسلمهم انتصار يرد لهم كرامتهم حتى لو كلفهم الانتصار ده جرائم قتل لا تحصى. فكرة عزيزي هتكمن في اللاوعي الألماني وتفضل مستخبية 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 لحد ما تظهر في استقبال مين؟ الفنان البوهيمي أدولف هتلر. لو حاسس يا عزيزي إن ضربت مبالغ فيه بين اللاوعي والوعي، فمثلا الكاتب ديفيد لويس بيؤرخ في كتابه ترايمف أوف ذا ويل لعلاقة قوية ربطت هتلر سنة 1932 بمنوم مغناطيسي اسمه إريك هانوسن، وبيقول إن هذا المنوم إدى لهتلر كل نصائح الخطابة اللي ساعدته على تخدير الجماهير، زي مثلا إن الخطب تكون ليلي قرب مواعيد النوم الطبيعيه، لان عقول المتلقين ساعتها بتتحضر وبتتجهز للنوم بدل ما تبقى صاحيه ومستيقظه وفايقه وتقاوم الافكار. عايزين عقول كسلانه نقدر نخترقها بسهوله. وايه تاني؟ حاجه زي استخدام الايد بشكل مفرط. عارف الموضوع ده يا ابو حميد، انا عايز ايد واحده وبقعد ارجع كده تحس انا عايز ناقصني شويه وارقص تنور. وكمان نصيحه مهمه جدا، وهي تسليط الضوء بشكل مبالغ على اللي بيتكلم، زي ما بنشوف في خطب هتلر. زمن يا عزيزي هو الثلاثينات والعالم لسه بيستيقظ من العشرينات اللي كانوا يا عزيزي بيسموها ذا رورينج توينتيز، فترة صاخبة بالفنون والاحتفالات والرخاء الاقتصادي، ثم يقابلوا كابوس الجريد ديبريشن الكساد الأعظم، الكساد اللي بيضرب البورصة الأمريكية وبينتقل للعالم كله، واحد من كل أربع أفراد بقى من غير شغل، معدلات بطالة وفقر خلت كل الطبقات على حافة الهوية، ده غير طبعا التضخم. في تلك الأجواء المقبضة بيظهر فيلم فرانكنشتاين سنة 1930، القصة الشهيرة بتاعت العالم المتفائل والمهووس اللي مزاجه زي مزاج العشرينات بالظبط، رورينج كده وسعيد، وهذا العالم يجمع مع المساعد بتاعه قطع من الجثث عشان يصنع منها مخلوق بشري، والمخلوق ده تدب فيه الحياة بصعقة برق. ولكن يا عزيز، زي ما الناس اعتبرت البنوك والبورصه اماكن مغلقه وامنه يقدروا يحطوا فيها مدخراتهم وصحيوا على كارثه، فالمحمل الامن المغلق اللي اتعمل فيه فرانكنشتاين مشروعه هيصحى على كارثه، وهي ان المشروع تحول لوحش مفيش اي سيطره عليه. التفاؤل العلمي ده بدا يقلب واحده واحده لتشاؤم لما هذا الوحش بدا يقتل كل اللي حواليه. وهنا يا عزيز تحول سؤال الفيلم لانعكاس يخص سؤال الكساد نفسه، ازاي نسيطر على الوحش اللي خرج من اكتر الاماكن اللي كنا فاكرين
عينها آمنة. محمل فرانكنشتاين هذا الفيلم بقى بيرمز لهذه المخاوف. لغة العلم والاقتصاد والأرقام اللي الناس وثقت فيها ما قدرتش تفسر لهم إزاي في يوم وليلة مدخرات سنين راحت كأن وحش ظهر من العدم واستولى على كل أحلامه. الزمن يا عزيزي هو الخمسينات، وأمريكا مش بس انتصرت على الكزاد العظيم، ده انتصرت كمان في الحرب العالمية الثانية، ولكن لكل ريمونتادا تمن، والتمن كان السلاح اللي أمريكا انتصرت بيه، وهي القنبلة الذرية اللي اخترعها الأمريكان عشان يحسموا الحرب، وبعد سنوات بسيطة صنعها حليفهم اللي كان حليفهم الاتحاد السوفيتي، وبعد تحول هذا الحليف إلى عدو أصبح العالم كله مهدد بالحرب الباردة، وإن أقل عركة بين أمريكا وروسيا لو اترفع فيها السلاح محدش هينام مرتاح، ممكن تتحول لحرب نووية تنهي العالم. وهنا يقول الكاتب ستيفن كينج إن رعب الخمسينات كان رعب كوني عقدة ذنب، وإن أمريكا عشان تطرد وحش زي هتلر استدعت للعالم وحش أكبر منه وهو القنبلة الذرية. فبنلاقي في فيلم Beginning of the End سنة 1957 واللي بيحكي عن مهندس زراعي بيستخدم الإشعاع في استزراع خضروات حجمها كبير، ولكن بخطأ بسيط في حشرات بتاكل من الخضروات المزروعة وتتحول لوحوش عملاقة، حمضها النووي معدل إشعاعيا، وتبدأ هذه الحشرات الكبيرة اللي تحولت لوحوش تتغذى على البشر بالهنا والشفا، عشان بداية الطموح البشري مع الذرة يكون هو ده بداية النهاية للعالم كله. الرعب ده عزيزي كمان هنشوفه من اليابانيين، الشعب الوحيد لحد النهاردة اللي كوب نار قنبلة ذرية. فنشوف أفلام زي جودزيلا سنة 54، الديناصور المشهور اللي خرج للعالم نتيجة لإشعاع ذري، اللي في الحقيقة عزيزي خرج من استوديوهات توه اليابانية باعتباره الوحش الخيالي اللي عبر عن جرح اليابانيين العميق من القنبلة، واللي رجعتهم لعصر الديناصورات، عصر متوحش مفهوش وجود للإنسانية ولا للبشر. هي ممكن يا محمد يبقى في إنسانية بس في بشر أساسي. تحصل نتيجة إشعاعات نووية بتغير فيه الحمض النووي، ممكن عادي عزيزي يبقى فيه إنسانية من غير ما يبقى فيه بشر. وأفلام الرعب مش بس هتعبر بشكل غير واعي عن مخاوف كونية أو سياسية، إنما كمان مخاوف ثقافية زي فيلم روزماريز بيبي سنة 68 اللي بيدور حوالين روزماري الزوجة الحامل اللي بتعيش جنب جيران بينتمي ولي جماعة شيطانية. الجماعة دول الشيطانيين بيستحوذوا على الطفل اللي في بطن روزماري عشان يبدأ يبقى جزء من طقوسهم. بالمناسبة عزيزي مخرج فيلم هيريديتري آري أستر قال إن فيلم روزماريز بيبي كان انسبيريشن لهذا الفيلم، هو ده اللي ألهمه يعني، عشان تفهم عزيزي أهمية هذا الفيلم. طب عايز تبقى مخرج رعب لازم ترجع لقديمه دهني في العتائي. طب معلش يا أبو حميد إيه علاقة كل هذا الكلام بالواقع؟ عايز تفهم، بص على الفترة، إحنا عزيزي فين؟ إحنا في الستينات، يعني تصاعد لموجات تحرر المرأة ونقاش لقضايا زي حق المرأة في الإجهاض، وسؤال هل الجنين بيتولد أو بيموت بقرار أمه ولا قرار المجتمع اللي بيستحوذ على هذا الجنين من قبل ما يتولد؟ شوف هنا بقى دي المعضلة، هنا الفيلم مش بيعكس حاجة في الخيال بس، ده بيعكس حاجة من الخيال بتناقش مشكلة وتخوف حقيقي للمجتمع في الوقت الحالي، وده اللي حصل بالظبط في حالة طفل روزماري تنازعه على مصيره من قبل ولادته. كمان يا عزيزي هيحصل في الستينيات إن أفلام الرعب هتنتبه لقوتها وقربها الشديد من أبواب اللاوعي. فنشوف فيلم سايكو لهيتشكوك اللي بيدور حوالين سكرتيرة بتلجأ لموتين صغير على الطريق بيديره شاب مضطرب. عارف يا عزيزي الأماكن المرعبة المهيبة الناس كلها تخاف تروحها، ده في واحد هنا اتدفن وما جابولوش حقه، ده في روح شريرة بتطارد أي حد بيسكن في البيت ده وما ينفعش حد يقعد فيه. فيقوم بقى البطل بقى في الفيلم الأمريكاني يقول لك إيه بقى؟ ها أنا سأقضي أجازتي في الداخل أنا وعائلتي. يا اسطى الناس كلها بتحذرك، معلش كيفي كده، زقوا الجنر معايا خلونا نعمل فيلم. ويفضل بقى الام مش عارف تجري ولا الطفله اللي عايزه تجيب اللعبه بتاعتها، فتمسك اللعبه فتلاقي هناك شبح ويبقى في لعبه ليله. او فيلم سايكو عزيزي بقى بنشوف كان بكل عناصر الرعب المعتاده لاول مره اللاوعي بيظهر، مش في صوره وحش او شبح انما في صورته النفسيه الصرف. بيطلع الطبيب النفسي في الاخر ويقول لنا ان هو الشاب ده القاتل وانه وريد بتعدد الشخصيات ولاوعيه هو اللي تحكم فيه. هنا يا عزيزي الخوف الحقيقي مبقاش برانا، بيبقى من جوانا، ده تحول، دي نقطه مفصليه. في القصص اللي شفناها قبل كده كان الافلاس والعلم والقنبله هم دول اللي الوعي بيصدرهم كأشرار. في هذا التطور وهذه الفيرجن من فيلم هيتشكوك اللاوعي هو الشرير. يخص عليك اللاوعي وما اللي كنت واعي. زمن يا عزيزي هو التسعينيات وبداية الألفية، أخيرا الحرب الباردة انتهت وأمريكا تتسيد العالم بشكل أحادي. يعني الحمد لله ما بقاش فيه خطر من حرب نووية نتخيلها مثلا في صورة جودزيلا، ولا شيوعيين عايشين وسط الحلم الأمريكي فنتخيلهم في صورة زومبيز. كده الرعب خلص يا عزيزي؟ لسه ما خلصش، دايما بنخاف. الحلم الأمريكي بعد ما أكل كل الناس اللي كانوا بيحاربوه ما لقاش حاجة خاف منها، فيبدأ يبص لنفسه في المراية ويسأل نفسه. هنا بتظهر أفلام رعب جديدة ما فيهاش التمييز السهل بين البني آدمين والأشباح أو بين البني آدمين
المجرمين والوحوش. هنشوف فيلم ذا سيكس سنس، الحاسه السادسه، سنه 1999، واللي بيحكي عن طبيب نفسي بيعالج طفل بيقول انه بيشوف ميتين. ولكن يا عزيزي التويست هنا، وخد بالك عشان انا هحرق. ها شفت المجاز مضحك ازاي يا عزيزي؟ توست يا عزيزي ان الطفل مش مريض وان عنده هبه حقيقيه. وخد التقيل يا عزيزي، الدكتور اللي بيعالجه هو واحد من الميتين اللي الطفل بيقول انه بيشوفهم. دا 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 دا. هنا يا عزيزي الطبيب النفسي اللي المفروض انه بيمثل سلطه الوعي والمعرفه والعلم بيكون هو الميت الجوست شبح. والاسوأ ان كل علمه ده ما بيساعدوش يعرف حقيقه نفسه انه ميت خلاص، وان هو في الحكايه الشبح. بعدها بسنتين فيلم ذا اذرز سنه 2001 يدور حوالين السيده المتدينه جريس اللي بتعيش مع ولادها في قصر ومستنيه جوزها يرجع من الحرب. ومن خلال هذا الفيلم بنعيش مخاوف الاسره دي وانهم متحوطين بالاشباح وبنتعاطف معاهم جدا وبيصعبوا علينا. عزيزي انا هحرق الفيلم، حاسس يا ابو حميد ان انت حرقته بان انت حكيت القصه اللي قبله. تويست يا عزيزي طبعا ان الاطفال دول هم الاشباح، بس بقى التويست الثاني ان اللي كانوا بيخافوا منهم دول هم البشر. عارف عزيزي لما تزنق صاحبك وتبقى عايز تضربه تقول له انت معانا ولا مع الناس التانيين؟ فيقول لك طبعا انا معاكم، تقول له احنا الناس التانيين. وده يا عزيزي اللي بيحصل في النوعيه دي من الافلام. في افلام الرعب دي يا عزيزي الحلم الامريكي بيسال نفسه ماذا ان كنت انا الاذرز، انا الباد جاي، انا الناس التانيه في الحدوته اللي بدفع ثمن تدخلي في شؤون دول كتير سواء في السياسه او بالحرب، كوريا، فيتنام، افغانستان، بل اني كمان ممكن اتهاجم في بيتي في عقر داري زي اللي حصل في 11 سبتمبر اللي كان نابع من كراهيه شديده بتشوف الامريكي هو الشرير اللي في الحكايه، هو الشبح المرعب مش البطل اللي منقذ. التويستات يا عزيزي بتبروز لحظه الانكشاف المرعبه دي. في رحلتنا دي شفنا ازاي افلام الرعب كانت اكتر افلام قدرت تكون البوابه بين وعي متمثل في قصص مثيره ابطالها وحوش واشباح، ولا وعي متمثل في مخاوف تاريخيه بتتغير بتغير والتواريخ والأزمنة. في مقال نشر في الجاردن للكاتبة إيما جون بعنوان Why Torture Ourselves With Scary Films، ليه نعذب نفسنا بأفلام مرعبة؟ بتقول إيما الكاتبة إنها استعانت بأفلام الرعب عشان تقدر تتغلب على لحظات صعبة في حياتها زي مرض صديقتها بالسرطان ومرض أمها باللوكيميا، وده لأنها في أوقات المشاهدة كل ما بيتعقد أكتر الموقف والخوف يزيد وقلبها يدق أسرع كل ما تحس بتطهير أو كاثارسيس. وده شعور وصفه الفيلسوف أرسطو إنه بيحصل بعد مشاهدة المسرحيات التراجيدية لما بنفرغ مشاعر الحزن والخسارة والفقدان في تقمصنا لحالة البطل التراجيدي اللي لما بيموت في النهاية فتتحرر مع موته كل المشاعر دي وتخرج بره السيستم بتاعنا. عملية أشبه بإخراج الخوف، خوف اللي جوانا من حاجات تانية بناخده نخرجه في حاجات مختلفة فننسى الخوف اللي كان مخوفنا من الحاجات الأولانية. بتواصل إيما كلامها وتقول إن التطهير اللي خلقته أفلام الرعب اللي هي شافتها كان بيخليها تشوف كل البشر وهم متحررين من كل إحساس زائف من الأمام والسيطرة. في اللحظة دي عزيزي البشر بيتعروا من كل أوهامهم عن نفسهم، ودي لحظة مهمة، مفيش حاجة مسيطرة هنا غير غريزة البقاء، رغبة الناس إن هم يعيشوا رغم كل الأهوال دي. الشعور ده كان بيديها قوة كبيرة للتعامل مع الأهوال اللي هي عاشتها مع أمها وصديقتها. قصص دي يا عزيزي بتبروز السؤال اللي مستنيك تسأله لي من أول الحلقة. أفلام الرعب فعلا بتحكي الكابوس، والاتنين بيفرغوا حاجات في اللاوعي بتاعنا، حاجات خايفين نقولها أو مكسوفين نقولها بس الكابوس خارج إرادتنا، أما الأفلام فهي كوابيس متعمدة بنخترعها. وسؤال الحلقة هو ليه بإرادتنا بنخترع الكابوس؟ مش الكابوس دي حاجة وحشة عايزين نخلص منها؟ عايزين نصحى من النوم ونشرب المية وننام تاني ونحلم حلم جميل؟ ليه بإرادتنا بنعمل كوابيس؟ العالم ماثياس كلاسن بيرجع هذا الموضوع لعلم النفس التطوري لعصور ما كانش لسه فيها افلام رعب بس كان فيها عزيز الانسان عايش سيناريوهات الرعب طول الوقت، خايف انه يتاكل، خايف انه يتهاجم، خايف انه يموت من الجوع او العطش، دي كلها مخاوف كانت موجوده. ده خلى الانسان يطور ما يسمى بالموربيد كيريوزيتي، فضول مرضي تجاه الخطر، مراقبه عادات الاسود والوحوش ويشوف الانسان طريقتها في الصيد واوقات نومها، يقرب من الخطر ومن جحور التعابين عشان يستكشفها ويفهمها ويجمع اكبر قدر من المعلومات عشان تساعده في صيدها او تجنبها، لان انها من المعرفه دي على قد ما هي خطيره الا انها هتكون سبب ان جيل كامل يعيش وينجو بسبب هذه المعلومه، لان لو هذا الجيل جاهل بالخطر اللي حواليه خليه يسلم على الشهداء اللي معاه. ولكن يا عزيزي الحمد لله او مش عارفين يعني ربنا فتح علينا بحضاره وطلعنا من الغابات، لم يقعد يا عزيزي هناك تعابين، لا وعي الله يبارك له مش مقصر، ربنا يعين يا عزيزي والله كل واحد على دماغه. اكتشف يا عزيزي ان انت بداخلك الوحش الكاسر اللي بتحاول تصطاده، هي دي قفه حارتنا يا عزيزي، لم نعد النسيان ولكن الادراك. ما بقاش يا عزيزي الانسان الحديث بيتعرض لكل السيناريوهات اللي بتهدد حياته، ولكن فضل بداخله الفضول المرضي ده واحتياجه انه يخلق
سيناريوهات خطر عشان يدرب نفسه انه يتصرف تجاهها. ده اللي قدمته افلام الرعب. خبره مرعبه ومخيفه وتوتر وتتعب الاعصاب، بس احنا بنعيش وبنشوفها من مسافه امنه. والمفروض لو تعرضنا لهذا الخطر يعني تعلمنا هنعمل ايه وقت الخطر. قال يعني بقى عزيزي انا لما يطلع لي مصاص دماء في المطبخ هقوم مدور على فصين توم واطلعهم. ده عزيزي اللي قدمته افلام الرعب بالظبط، اللي بيسميه العلماء ثريت ماستري، ان احنا نتحكم في التهديد اللي حوالينا قبل ما يجي لنا واحنا مش مستعدين له. حاجه زي الكساد ما هياش ليها جسم، ما لهاش راس ورجلين وفرو وحاجه ممسوكه، مش كان نقدر نمسكه او نحبسه، بس احنا بنحوله بخيالنا لوحش مخيف زي فرانكنشتاين. صحيح انه يهاجمنا ويقتلنا، ولكننا في الفيلم بقى نقدر في النهايه نحبسه ونتخلص منه. بنحول مخاوفنا من القنبله النوويه لوحوش بتطلع وتظهر لنا وترعبنا، بنغسل فيها احساسنا بالذنب من اختراعات مخيفه احنا اللي صنعناها بايدينا، وكمان بنحس بالسيطره لما بنحول ذنبنا لامل ونقضي على جودزيلا. جودزيلا يا عزيزي ذنب ارتكبوه الامريكان في اليابان بوقوع قنبله نوويه قتلت عشرات الالاف من الاشخاص. كده هذا الذنب بيطلع ويتحول لوحش ويجي يدمر في الابراج فنقتله، فنحس اللي هو انا اتنعش ان هو شرير مع انه ذنب احنا اللي عملناه، احنا بتكنولوجيتنا وعلمنا اللي عملنا هذا الوحش الكاسر ده المجاز. يعني زي عزيزي ما شفت حكايه ايما جون اللي قررت تتعامل مع صدمه المرض اللي اصاب اقرب الناس ليها بدون اي استعداد او تمهيد، بانها تستهلك حكايات مليانه اخطار بتحصل للبطل اللي بيتهاجم قدامنا بدون تمهيد او استعداد، ولكنها بتشوف البطل يقدر يتقبل ده ويخرج بغريزه البقاء من الموقف. في سنه عزيزي 2019 لما ظهر وباء الكورونا وبدات الحياه تتحول لفيلم رعب حقيقي، وقتها عزيزي الناس افتكرت فيلم رعب اسمه كونتيجن انتاج 2011، فيلم عادي ترتيبه رقم 270 في قائمه افلام وارنر براذرز، ولكنه مع الوباء هيصبح تامن فيلم في قائمه الشركه، لانه عزيزي بيدور حوالين وباء خطير بيبدا من الصين جاي من حيوانات زي الخنازير والخفافيش. بيفكرك بايه ده يا عزيزي؟ مش ممكن يا ابو حميد الطاعون؟ لا عزيزي مرض كده اسمه في 19 وبقى في 20 بعد كده نزل كده موديل. الناس راحت في عز الجائحه تشوف فيلم مش بس بيتنبأ بوباء الا انه بياخد الموضوع على استقامته وبيقدم سيناريو كارثي اكتر بكتير من الحقيقه. يعني مثلا في الفيلم الوباء هيقتل 26 مليون انسان في بدايه ظهوره. المضحك يا عزيزي ان الفيلم لما طلع تم انتقاده بانه انتج لقاح سريع بعد ظهور المرض في وقت سريع جدا، وتقال ايه ده مش واقعي، ده انتوا بتعملوا خيال علمي، بينما في الحقيقه لقاح الكورونا احتاج سنه واحده بس عشان يقدر يظهر، واحد من اهم الانجازات العلميه في التاريخ، طلعنا لقاح في سنه. الناس شافت في فيلم الرعب سيناريو ابشع بكتير من اللي شافوه في الحقيقه، وبرضه في الابطال قدروا يلاقوا طريقه للنجاه، وده خلى ناس كتيره تبعت رسائل لسكوت زيد بيرنز مؤلف الفيلم تشكره ان السيناريو المرعب اللي هو كتبه ساعدهم على التغلب على الواقع. دي يا عزيزي ليست مجرد صدفه سينمائيه، دي حقيقة أثبتها العلم. في دراسة سنة 2020 قام بها الباحثين من جامعة شيكاغو بالاشتراك مع جامعات أخرى، لقيت يا عزيزي شوف الدراسة دي إن الناس اللي بتشوف أفلام الرعب وبتحبها كانت أكثر مرونة وإدارة للضغط النفسي وقت الكورونا أكتر من الناس اللي ما تحبش أفلام الرعب، وده يا عزيزي لأنهم بشكل أو بآخر مروا بكل اللي قلنا عليه، تعرضوا لتوتر وخوف وذعر واتخضوا واتفزعوا وكانوا على وشك إن حد معين يجي يقتل حد هم يعرفوه. الفضول المرضي واختراع سيناريوهات مرعبة وتقمص المأساة وأخيرا معاشة حلها في صورة نهاية الفيلم اللي بتقضي على الخطر وتوصلنا للتطهير، الإحساس اللي بيطمن الإنسان إنه يقدر يواجه المأساة ويخرج منها بلذة النجاة. في كل الافلام يا عزيزي اللي حكيناها بيحاول البشر انهم يحولوا مخاوف حقيقيه مستخبيه جواهم لحكايات بتدور حوالين مخاوف خياليه اكبر واصعب، وحوش واشباح واوبئه واشعاع. البشر حاولوا يهربوا من الكوابيس اللي ما لهمش سيطره عليها بانهم يخلقوا كوابيس مرعبه عشان معاها هيتخلق مشاعر ايجابيه زي الاحساس بالسيطره اللي بيتولد لما بتنتصر على مخاوفك، ولذه النجاه اللي بنختبرها لما بنعيش فيلم رعب واللي بعد ما بيخلص بنحس بلحظه امتنان للواقع اللي احنا عايشين فيه اللي مفهوش زومبيز. انا عزيزي حسيت بهذا الامتنان بعد فيلم كام كتر خير الواقع ان مفهوش شباب بتهزر كده، هاتوا الوحوش يا شباب. فرويد يعتبر ان الصحه النفسيه بتيجي من اننا نفهم اللاوعي بتاعنا، المشاعر والرغبات والمخاوف اللي بنترعب نعبر عنها ونحقق التوازن ما بينها وبين صورتنا الواعيه المتحضره اللي بتظهر للناس، وده لان على حسب تعبيره ان اكسبريسد ايموشنز ويل نيفر داي، ذي ار بيريد الايف، ذي ويل كام فورث ليتر ان اجلير ويز. المشاعر اللي ما بنعبرش عنها بتفضل مدفونه وهي صاحيه عشان تخرج في صور أبشع بكتير مما هي عليه. عزيزي كلب مدفون بالغلط داخلي، لو ما واجهناش بإرادتنا
الكابوس اللي مستخبي في لاوعي عينه وقررنا نتجاهله نحطه تحت السجاده هيظهر برضه وهيطفو على السطح ولكن في صوره قبيحه يصعب السيطره عليها. عشان كده يا عزيزي لازم نفاجئه ونتحكم بظهوره بنفسنا حتى لو دي كانت عمليه مؤلمه نفسيا. وزي ما فرويد بدا علم النفس اللي اساسه استنطاق اللاوعي الكامن في الاحلام وزلات اللسان في افلام الرعب اللي البعض ممكن يعتبرها تسليه ساديه ومخيفه في جزء منها صغير كده يا عزيزي ثيرابيوتيك طريقه علاجيه نقدر نسابق فيها كوابيسنا ونتحكم فيها ونتغلب عليها. طب افرض يا ابو حميد انا كده ما بحبش افلام الرعب لازم احبها بالعافيه؟ لا يا عزيزي مش مهم تحبها وتكرهها انما يا عزيزي تفهمها وتفهم ليه البشر قرروا في لحظه من اللحظات ان هم يخلقوا كوابيسهم بنفسهم. في النهايه يا عزيزي البشر مخلوقات معقده شويه مننا بيحفزوا الاحلام السعيده اللي بنشوف فيها مستقبل بعيد وورد وناس مننا بيحفزهم الكوابيس المخيفه اللي بيشوفوا فيها مستقبل مرعب بيخليه ممتن لكل حاجه في الواقع بتاعه وجاهز ومستعد لاي خطر في المستقبل. والعالم الانساني مصمم بشكل بديع عامل زي شاشه السينما عشان يمدك بالاحلام والكوابيس الامل والخوف التفاؤل والرعب وبقدر ما بيظهر التضاد بينهم الا ان في الاخر وظيفتهم واحده وهي أقدم وظيفة بيولوجية البقاء والقضاء على الأعداء حتى لو كانت هذه الأعداء خوفنا. أهم حاجة تفتكر إن الكابوس اللي ملوش نهاية هو إنك يا عزيزي تدفن خوفك جواك من غير ما تواجهه لحد ما يكبر ويبقى وحش ما تقدرش تسيطر عليه. بس كده يا عزيزي وإنت بقى بتواجه مخاوفك خلينا يعني أتغلب على مخاوفي بإنك ما تشوفش الحلقات اللي فاتت ما تشوفش الحلقات اللي جاية ما تنزلش تبص على المصادر وما تشتركش على القناة لو إنت على اليوتيوب. أوعى أوعى عزيزي خليك فاكر انت سبب في كل اللي حصل واللي هيحصل. دي مش غرفه الدحيح يا عزيزي دي غرفه 206 جنب 207 ما يحصلش حاجه يعني. بس كده عايزين انطلق عشان نروح انام غالي النهارده ابقى كايزر. نفسي يا عزيزي احضن برجرايه كده بالطماطم والخس والمايو تشيز لان يا عزيزي حياه البصمات متعبه قوي في الاحلام كل شويه يحطوني في الشاي السخن المولع وادوب تحت كده مع التفل. طب انت مخاوفك طازه قوي سخنه وبسمسم.